إذن لغياب المسؤولين عن منطقة السجاد ووجود محدودي الدخل فيها، هناك أكثر من 25 مصاباً بالسرطان، من بينهم 6 توفوا. طبعاً انتشار حالات الإصابة بمرض السرطان يصل إلى أكثر من 24 حالة في نفس المنطقة بسبب أبراج شبكات الاتصال الموجودة فيها إلى الآن، وعدم اهتمام أي من المسؤولين الحكوميين بزيارة تلك المنطقة تماماً، كما كتب الكثير من الشباب بأكثر من منشور سواء في فيسبوك أو تويتر أو غيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي. نشاهد هذا المقطع الآن. شوفوا هاي الفالات، شوفوا إخوان، شوفوا هاي الحالات جاي تصير عندنا، الناس غاضة النظر عن هالمسؤولين. شوفوا إخوان، وهاي بعدك فايلات طبعا ما وصلتني. شوفوا هاي إخوان، هاي ربيعة فاضل حسين، هاي متوفية. إسهار شاكر محمد متوفية. هاي عبير عبد الحسين مصابة. هاي بعد الفايلات، هاي بهية حنظل علي هاي إصابة. أسيل لفت ياسر هاي إصابة. إسهار الخفاج هاي عمرها ما يقارب 17 سنة توفت. حيدر شناول الحلاق هذا إصابة. كاظم جيل حيل هذا متوفي الرجال بسبب إصابات السرطانية إخوان. هاي الباقي شكاوي المنطقة هاي إخوان. هاي شوفوا هذا عباس أحمد فرحان هذا إصابة، هذا طفل. نبراس كاظم قيطان هاي إصابة إخوان. هاي الباقي شكاوي وبهم إصابات وبعد فايلات ما يد إخوان. بالتحديد 24 حالة، ما يقارب 24 حالة إلى 27 حالة، ما حد إجا مسؤول وتابع هذه الحالات. ما أعرف هاي كلها من الشباب.